رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد منصور الصباح أكد حرص الهيئة على تسخير إمكاناتها لإنجاح بطولة خليجي 23 وتجهيز جميع الملاعب وفق الشروط التي تحددها لجنة التفتيش على جاهزية الملاعب. اللجنة المسؤولة وخلال جولة تفقدت جاهزية المنشآت بانتظار إعلانها عن نتائج هذه الجولة. اللجنة برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوي السعود المهندي وعدد من أعضاء مجالس الاتحادات الخليجية أشادت بما شهدته من تطور في الملاعب المقرر إقامة البطولة عليها، وأعربت عن الشكر والتقدير للهيئة على التعاون المتميز من أجل توفير جميع المتطلبات التي حددتها اللجنة. يذكر أن الدورة التي من المقرر أن تقام في 23 من ديسمبر المقبل ستلعب على استاد جابر الدولي وعدد من الأندية كالكويت والعربي وناديا النصر والشباب، إضافة للسالمية وكاظمة وملعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ومعنا على الهاتف مدير تحرير ورئيس القسم الرياضي بجريدة القبس السيد جاسم أشكناني. أهلا وسهلا بك سيد جاسم. اللجنة التفقدية الخليجية زارت الملاعب الكويتية للتأكد من جاهزية المنشآت الرياضية ومدى قدرتها على استضافة خليجي 23، ما هي توقعاتك؟ أول شيء مساكم الله بالخير في قناة المجلس، وشرفني أن أكون من ضمن المتداخلين معكم هاتفيا لتحليل هذا الوضع. طبعا انا باعتقادي يعني هذا 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 اللي قاعد نشوفه اليوم هو الامر الواقع في الحلم الخليجي الذي نتمنى ان لا يكون ضائعا، يعني انه الملاعب وما الملاعب هي حجه من لا حجه له، لان ملاعب الكويت طالما البطوله الاسيويه للانديه تقام في الكويت والاتحاد الاسيوي مفتشين اسيا موافقين على ملاعب الكويت، ما اعتقد انه يجوا الاخوان من الخليج يقولون ان ملاعبكم مو جاهزه ولا هي معده اعداد جيد. اتمنى ان لا يكونوا مشحونين من قبل وناس في الكويت لهذا الهدف. طيب سيد جاسم، سبق وان اعلنت هيئه الشباب جاهزيه المنشات الرياضيه لاستضافه البطوله، من وجهه نظرك هل بالفعل الكويت جاهزه بالموعد المحدد؟ اي طبعا، ما دام الهيئه اعلنت الهيئه تتحمل المسؤوليه، والدكتور حمود فليطح صرح اليوم بكل الصحف ان المباراه الاستاذ جابر جاهز وبحضور صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، ومن غير المنطق أن يكون الأستاذ غير جاهز أو به نواقص في هذه الحالة. نعم. إذن كيف قررت لجنة التفتيش في السابق قبل أسبوعين أن الملعب غير جاهز؟ كيف قررت أن نادي الكويت غير جاهز؟ كيف قررت أن نادي كاظمة غير جاهز؟ هناك أختي الكريمة أيادي تلعب في الخفاء لتأجيل هذه البطولة لغرض ما في نفسي يعقوب. طيب في هذه النقطة تحديدا سيد جاسم، إذا كانت الملاعب جاهزة والهيئة أعلنت ذلك، ما سبب طلب التأجيل المتكرر من قبل الاتحاد؟ كرة القدم الكويتي، اتحاد كرة القدم الكويتي هو السبب في كل ما آلت له المشاكل في الأشهر الأخيرة. اتحاد كرة القدم الكويتي هو في خلاف مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، وشد الحبل هذا ما بين الطرفين كاد أن يؤجل إقامة هذه البطولة، مع أننا نؤكد أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قد اتخذت موقفا وطنيا رائعا ضد بعض الخزعبلات الكروية في اتحاد كرة القدم. مدير تحرير ورئيس القسم الرياضي بجريدة القبس السيد جاسم أشكناني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.